كل جمهور النادي الأهلي نتيجة الحمد لله يستحقها النادي الأهلي، وفي نفس الوقت هي ترجمة لكل اللي حصل من ساعة ما تحركنا من القاهرة. انضباط كامل للبعثة، روح جميلة وروح ألفة غير طبيعية. المدير الفني والجهاز اللي معاه تحس انه بقالهم فترة مع اللعيبة، وحاجات لطيفة جميلة جدا مع كل المشقة اللي في الرحلة، ما تحسش ان في حاجة. لدرجة ان اوقات كتير كنا يعني اتسألنا وانتشر كلام ان على طول الرحلة دي اثرت على المدير الفني، اثرت على اللاعبين، على وانا كنت بقول من الاول الحمد لله ما فيش اي حاجة اثرت، بالعكس هي اوجدت روح من الألفة ومن الود جوه المنظومة كلها اللي مسافرة. الحمد لله النتيجة هايلة. ان شاء الله بداية موفقة مع جهاز فني جديد، انطلاقة للنادي الأهلي في أفريقيا، وإن شاء الله الجاي أفضل إن شاء الله. ترجمة للنهج بتاع النادي الأهلي اللي بيمشي عليه النادي سواء في سفرياته أو ماتشاته أو بعثاته. فاليوم نفسه النهاردة كنا حاسين إن شاء الله هيبقى حاجة جميلة، بداية موفقة. كل الكلام ده ما بيجيش كده الا ما بيكون في تعاون كامل بين افراد الجميع. الحمد لله كان في توصيل لرساله من اولها ان احنا ما فيش اي ارهاق ولا في اي حاجه اثرت على الجميع، ودي في حد ذاتها كان ليها عامل كبير برضو في التعاون الكل. نخرج النهارده البعثه كلها بالمظهر المشرف ده اللي كلنا كنا موجودين فيه بالاستاد. هو مش انا لوحدي، هو كابتن محمود الخطيب من القاهره من امبارح بالليل وهو بيسال على القصه لغايه ما النهارده بانت، وبقى عمال يعمل اتصالات وكلفني بحاجات، وعملنا اتصالات جامده جدا ان احنا نمهد كل السبل والطرق من ناحيتنا احنا ان الماتش يتذاع. لغايه قبل الماتش نفسه بحوالي ساعه كانت الاتصالات شغاله ان احنا نحاول نعمل حاجه زي كده، وللاسف الشديد يعني ما حصلش. بادله خير ان شاء الله، فتحه خير للي جاي دايما، يبقى دايما النادي الاهلي كعادته بطولات، وفي نفس الوقت مع التزام بكل قيمه واساسياته وكده ان شاء الله.